السلام عليكم يا شباب، كيف حالكم؟ نتمنى من الله ان تكونوا بخير وبعد الخير. في فيديو جديد تجاوز كلمه سر لاجهزه الاوبو. عندنا هنا جهاز اوبو اوانكا. لكي معرفه نوع الجهاز، نعم نضغط على مكالمه الطوارئ، بعد ذلك نضغط على نجمه دياز 899. نعم، يا صديقي اصلا، نعم دياز. نضغط على software version، نتحول الى اداة، فهذه الاداة مدفوعة، ولكن سوف انزلكم في الشرح القادم ان شاء الله اداة يعني مجانية وكراك لهذه الاداة للعمل عليه. كل ما علينا التوجه الى الاداة ونختار جهاز شركة اوبو هنا، نعم فوق، ونكتب هنا نوع الجهاز كما تلاحظون، الموديل CPH 1923. نعم، فهو اوبو كما تلاحظون اوانكا. نضغط هنا على اول اختيار ونختار السيف فورمات هنا كما تلاحظون. بدأ الامر هنا كما تلاحظون، كل ما علينا فعله هو يعني اغلاق الجهاز نهائيا هكذا، ثم نأتي بكيبل USB مربوط بالحاسوب ونضغط على زر رفع الصوت وزر خفض الصوت معا. نعم هكذا الاثنين معا، ثم ندخل الكيبل هذا. نعم، ثم التعرف على الجهاز، فهناك يتم يعني مسح الجهاز نهائيا كما تلاحظون. نعم، تم مسح الباسورد بنجاح الحمد لله. تلاحظون سوف يتم شغال الجهاز. نعم، فالقادم أفضل. نعم نعم إن شاء الله. لا تنسونا بالضغط على زر لايك وسبسكرايب يا شباب، جزاكم الله خيرا. كما تلاحظون بعد الانتهاء من اعداد الجهاز، الحمد لله تم استرجاع البيانات بنجاح. يتم اخذ بعض الوقت لكي يبين في الفوتوز. نعم كما تلاحظون، ندخل على جيتنا دي في شيء، كما تلاحظون فهنا نعم اوديو فيديوز، نعم ودوكومنتس. نعم تم استرجاع البيانات بنجاح، يعني الحفاظ على البيانات، ليس استرجاع ولكن الحفاظ على البيانات. أتمنى الشرح يكون قد فادكم. نعم كما تلاحظون ليس هناك أي بطاقة SD card. لا تنسونا بالضغط على زر لايك وسبسكرايب، وسوف أنزل فيديو إن شاء الله عن كراك لهذه الأداة مشابهة لها. نعم جدا بكل الخصائص. السلام عليكم ورحمة الله.